قام سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بالتوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية في مجال النقل الجوي على هامش الدولة الخامسة لمعرض البحرين الدولي للطيران، حيث قام سعادة وزير المواصلات والاتصالات يرافق سعادة وكيل الوزارة لشؤون الطيران المدني بالتوقيع على مجموعة من اتفاقيات الخدمات الجوية بين مملكة البحرين وبعض الدول الشقيقة والصديقة والمتمثلة في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة بروناي وجمهورية البرازيل. بهذه المناسبة أعرب سعادة وزير المواصلات والاتصالات عن بالغ سعادته لما تحقق من نجاح باهر لهذه الترتيبات المتميزة بما يؤصل مكانة المملكة الريادية في مجال الطيران المدني بالمنطقة، ويؤكد على التزامها بتطوير أطر التعاون في مجال النقل الجوي بين الدول الأخرى، مضيفا سعادته بأن هذا الإنجاز يأتي في إطار النهج الحكيم الذي يعكس الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في رعاية هذا المعرض الدولي الهام. على صعيد متصل، نوه سعادة السيد محمد ثامر الكعبي وكيل الوزارة لشؤون الطيران المدني بأهمية الاتفاقيات الموقعة وبأثرها الإيجابي على نمو حركة النقل الجوي بالمملكة.